بالنسبة للسكن الإيجاري راهي من 2006 الآن قريب 12 سنة نظن ما كان حتى مبرر. 2018 لازم الحالة تتغير، نظن 2006 وعدنا 2007 وعدنا 2009 وعدنا 2010 لما نشوفوا العدد حصص سكنات كبيرة. لما ناخذ 2010 راها 886 سكن من 2010 سبع سنين، ونجو الالبيا كذلك هذا الارشبي والالبيا النورمال من 2010 778، ونروح الحصة الكبيرة اللي راها في طول الإنجاز في 2011 4742. المواطنين يحتاجوا سكنات والضغط راه كبير، وحنا ما كناش في الميدان، الآن كنا في الميدان العدد راه كبير، ولكن نبقاو في 2018 برامج من 2000 إلى يومنا هذا وهي مازال في طول إنجاز، هنا نظن شيء غير معقول وما تقبلوش.